حنايا المغربيه الحاد قالت هذا احسن منظر بالنسبه لينا، هو ملي كنطيبوا البطبور وكيتنفخ لينا هكا وكيجينا خاوي من الوسط، هذه الفرحه بالنسبه لينا. راه ما يمكنش يحلى ليا هذا البطبوط بلا هذا البريريت ديال اتين مشحر. جيبي القصريه ديالك واجي نعجنوه. وانا هنايا غنستعمل اورج برو ميكس ديال مزيه، وهو اول شعير في المغرب اللي تقدروا ديروا به اي حاجه ضربت لكم في بالكم. كنديرو في القصريه ديالي، ندير عليه العسل، شويه ديال الخميره، الملحه، زويته بلديه، ونعجنو مزيان مزيان بشويه ديال الماء اللي دافي. الماء ما كنزيدوش كله من الاول، كنزيدو بالتدريج بشويه بشويه وانا كنعجن. فهو سهل في العجينه بزاف وما كياخدش لكم الوقت، وغني بالالياف والبروتينات، فيه البركه. والعجينه ما غاديش تبقاي تعكزي عليها وغادي تولي تعجني في الدار كل نهار. العجينه ديالي رجعت ليها دغيا خمرات، كنحيد من هذاك الغاز اللي كيكون في وسط منها، نشكلها اولا نقرصها الكورات اللي كيكونوا صغار، نقرصهم بشويه ديال الاورج برو، ونحاول انني نخليهم يخمروا واحد 10 ديال الدقائق. ندوز نطيبها، الا بغيتوا تدهنوها بشويه ديال الزبيده بلديه غير باش تزيد تحمر لكم من الفوق. وهذا هو الشكل ديالهم كيفاش كيجي. كويس ديال التاي منعنع بطبوط ديال الشعير خاوي من الوسط، الزيتون بلدي والزيت البلديه. واو، ما يمكنش. واو.